السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله محرك القلوب والأجسام من ذوي الأفول والأحلام إلى ما فيه الفضول والتام والظفر بالمرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد غير الأنام وعلى آله وصحبه أئمة الأعلام. وعشر حاضرين الكرام، أخص منهم بذكر مدير المدرسة المحل مسامح يد الأستاذ محمد شوقي بن محمد قاسم، ورئيس الجلسة الذي أتاها لي فرصة القيام بين أيديكم لألقي كلمتان أو كلمتين فيما يتعلق بالتربية والتعليم. وعشر حاضرين الكرام، بعض الناس لا يهم من مريض إلا أن يكونوا موظفين أو تجارة أو مختلفين يكتسبون المال، ولا يبالي بهم إذا جمعوا المال الصالحين كانوا أم أشرارا. وإن ذي الأسف أننا لا نرى إلا سوء تربية وقبيحة تنشئة وذهاب أخلاق وفساد أذواق في كثير من الناس. يسمع والد فرش القول من ولده فلا ينكر عليه، لقد ضعف الرجال وكان يكون جاهلا. والله ما تقع مسؤولية الأبناء إلا على كواكل الآباء والأمهات، ولذلك أيها الآباء تهيروا لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأقفال، فإن الفرقة دساس، واختيار أمهات الصالحات لبناء الأسرة الكريمة والعائلة الشريفة قد بمثابة القواعد والأساس، والأم مدرسة البنين الأولى. وعشر حاضرين الأفاضل، أتى في هذه الخطبة وندعو الله تعالى عسى أن يجعلنا من أهل قلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. ويجعلنا من العلماء الآمنين الصالحين للمخلصين بجانب سيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين. هذا وعفى منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.